من مخاء البن والتاريخ ومن أيقونة الساحل الغربي تنبثق منها احتفالية شعب بذكراه 33 لتحقيق الوحدة اليمنية. يظهر الجميع بهذه الصورة على قلب رجل واحد عصيا على من يريد إرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء بعدما تحقق لليمن واليمنيين من إنجازات تنموية شملت كل مجالات الحياة وواكبت كل تطورات العصر برغم ما اكتنفتها من ظروف. هذا الحدث الذي غير مسار التاريخ وأخرج اليمن من متاهات الصراعات الدامية التي كانت بين الشطرين إلى آفاق جديدة من البناء والإعمار والتنمية. ومهما رافق هذا الحدث من أخطاء إلا أن الانتصارات التي حققتها الوحدة اليمنية والتحولات الكبيرة في حياة الشعب اليمني تظل هي الأعظم والأهم في تاريخ اليمن القديم والمعاصر. إن الوحدة اليمنية ستظل خالدة، هي مرتبطة ونضل من أجلها أبناء الشمال والجنوب والحركة الوطنية وقدموا آلاف الشهداء، وخاضت اليمنيون في الشمال والجنوب ضغوطات كبيرة على الشطرين من أجل تحقيق هذا الهدف الثاني. وصممنا على الوحدة بتحرير وثيقة حب في الموطن. إنه يوم 22 من مايو اعتاد هذا الشعب الأصيل أن يجعله تاجا على رأسه وشارة في جبينه ومبدأ راسخا لا تهزه العواصف ولا تزحزحه الرياح. فالوحدة اليمنية نضالات شعب وتاريخ وطن يجسده هذا الحضور الذي اعتاد عليه الشعب في كل عام من مختلف المناطق اليمنية دون تمييز أو تصنيف. يحتفل بالثاني والعشرين من مايو المجيد، هذه اليوم الذي بفضله تحقق الكثير والكثير من الإنجازات، من المدارس، من المشاريع، من المستشفيات، من الطرقات، فكانت البوصلة التي نفتخر بها ويفتخر بها العالم العربي بأكمله. نحن نحتفل في هذا اليوم لأنه يوم تاريخي صنعه الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله تغشاه، وإلى جانبه كل الشرفاء. طبعا الوحدة يعني جعلت اليمن كبير أمام العالم وأمام الدول، وهذه وحدة اليمن هي من وحدة الأمة العربية بإذن الله، والأمور ستعود بإذن الواحد الأحد إلى مجارها، وسنستعيد الدولة الموحدة بمؤسساتها مهما كان. ونحن الآن أمام صراع لفئة كهنوتية عنصرية لا تريد إلا نفسها ولا تريد إلا أن تحكم اليمن، يعني كأنهم موصين على الشعب اليمني. يتغنى الجميع بوحدة وطنهم رافضين كل المشاريع الضيقة، فالوحدة بالنسبة لليمنيين ثابت لا يتحول ومصير لا ينحرف عن المسار.